ايه بس كنت اخليه مثلا اللي هو عامل لما يجي فتره الراحه يحط رجله على الخط يعني يمشي على الخط او كروازي او معكوس على الخط حيدر والله ما يخاف حيدر لا راجل حطيته في ثنبيه راح قال لي اوكي لا راجل راجل شوف الانسيابيه بتاعته الخط ما شاء الله تبارك الله So, das war der Start zum zweiten Lauf über 800 Meter. Zweiter Lauf über 800 Meter. فهمت ليش أنا قعدت نفكر يا دكتور أو ينط شوي لأن في 400 حواجز أيضا الخطوات شوية ينط فيهم لكن مع الوقت يبقى معاهم كذا بس هو التحمل ما عندوش معلش زين حيدر زين معاهم معاهم ما نطش ما نطش والله الظاهر عجبك اكثر من مرتضى طبعا شفت كيف نكتشف بعض الاحيان دكتور باقي الحين تحمل ما يديه بعيد معليش بدا يعصب ها بدا المفروض ما يطلعش ايه قلت له خليك هكذاك ها شاف الاول والثاني راح اخذوا هنا بدا يعاني شوي معليش خلاص 600 متر عنده عنده 600 هذه دقيقة 32 خلص ايه ما كانش تحمل ما عندوش دقيقتين اثنين الاول هذه لو حطينا مرتضى معاه هذا دقيقتين 11